كنت خدت جرعة هندي لك الجرعة الثانية أو الجرعة المعززة. ده نموذج يعني كتبته منظمة الصحة العالمية، لأن طبعا ده خصوصية للمجتمع المصري ممكن ما تبقاش موجودة غير في المجتمعات المشابهة، إن أنا أوصل للقرية والناجع والمحافظة عشان أقدر أوصل لكل واحد في إيده وأديله التطعيم. وده يعني اهتمام من الدولة والقيادة السياسية على توفير الحماية لكل المواطنين. كم واحد لحد دلوقتي خد التطعيمات؟ احنا واصلين يعني لحد دلوقتي تقريبا اللي وصل لتطعيم بشكل نهائي ما يقرب من 58% من الفئه المستهدفه، وواصلين حوالي 70% للتطعيم للفئه المستهدفه بجرعه اولى. بمعنى اصح يعني احنا واصلين لما يقرب من 60 مليون مواطن مطعمينهم. خلي بالك احنا كنا في بعض الاجتماعات في منظمه الصحه العالميه كنا بنجتمع مع دول متقدمة جدا يعني، بس كان عددها 6 مليون 7 مليون ويعني وكبرها 10 مليون، وكانوا يعني بيتباهوا ان هم قدروا يخلصوا ال 5 مليون دول في فترة سنة. وانا قلت لهم احنا يعني بالمعدلات بتاعتنا كنا احنا وصلنا لنص مليون في اليوم، كنا بنطعم نص مليون في اليوم في شهر يناير اللي فات وقبليها. فيعني اذا احنا بنتكلم على 100 مليون لما نصل الى الفئه العمريه اللي هي 59 وشويه 60 مليون، لما نوصل انت تقريبا طعمنا ال 60 مليون دول ما بين جرعه اولى وجرعه ثانيه وبخلاف الاقل من 12 سنه، ده يعني انجاز كبير جدا للدوله ومتمثله في يعني توفير موازنات ماليه ضخمه جدا. الحاجات دي مصر دفعت فيها عمله صعبه كبيره جدا عشان تبقى مأمنين نفسنا. وبعدين التأمين مش اللي فات، احنا عندنا ما يكفينا الحمد لله لمدة سنة قدام كمان من اكتفاء ذاتي، ومؤمنين الفترة القادمة ان احنا مستعدين لأي تطور. مع الوزير هل في يعني وحضرتك قول لنا بصراحة، النهاردة كان في اجتماع مع رئيس الوزراء ايضا ووزير المالية وعدد المسؤولين عن التأمين الصحي، هل في بطء في منظومة التأمين الصحي؟ لا، احنا عايزين نقول ان احنا منظومة التأمين الصحي اشتغلنا في 6 محافظات، واحنا كان المفروض نشتغل في اقل من 6 محافظات يعني حوالي 4 أو 5، لكن احنا يعني خدنا قرار ان احنا نطلع الاقصر واسوان عشان يبقى جزء من الصعيد ممثل في المرحله الاولى بجانب بورسعيد والاسماعيليه والسويس. فده معناه على طول ان احنا يعني شغالين بخطى جامده جدا. بس ما تنساش ان الموضوع معقد جدا، موضوع انت بتتكلم على 3 هيئات كبار، لازم يكون في تسجيل للمواطنين في السجلات الرسمية علشان يقدر يتمتع بمميزات، لازم يكون في الهيئة التأمين الصحي الشامل بتسجل المواطنين وبتقدر انها تقدر تخصم من القيود او تقدر تخصم الرصيد علشان تبقى عندك مساحة مالية. بنتكلم على مستشفيات بيتم انشائها وتطويرها أكثر من 340 مستشفى بخلاف مئات من المراكز والوحدات الصحية. منظومة أنت بتنقل المنظومة الصحية في مصر نقلة مختلفة تماما. فإذا لكن هل في بعض التحديات وفي بعض المعوقات؟ طبعا في، ما نقدرش نقول كده. التحول الرقمي مثلا كان النهاردة أخذ جزء كبير جدا من المناقشات مع دولة رئيس الوزراء عشان نقدر نطمئن على أن كل حاجة تبقى مرقمنة وكل الإجراءات سواء بقى الإجراءات الخاصة بالفواتير أو الخاصة بالتسجيل. احنا عندنا فيما يخص الناحية العلمية والناحية الطبية مميكنة، لكن الربط ما بين بقى الجهات المختلفة من مقدمي الخدمة الصحية في كل المحافظات، فإذا اللي احنا بنعمله دلوقتي هيوفر علينا وقت كبير جدا لما ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي فيها محافظات. لكن يكفينا ان احنا نقول ان احنا يعني بدأنا مئات الالاف من العمليات بتتعمل لمواطنينا في بورسعيد وفي الأقصر وفي أسوان وفي الإسماعيلية، عملية قلب مفتوح ب 300 جنيه بالكامل. يعني أقصى رقم ممكن يدفعه المواطن المؤمن عليه في هذه الأقصى رقم هو 300 جنيه لعملية قلب مفتوح، ثمنها بالتقنيات دي ما تقلش عن بين 500 ل 700 ألف جنيه. فإذا احنا بدأنا وفي استفادة كبيرة جدا من المنظومة، ولكن بنطور از وي جو كل ما احنا ماشيين بنقدر ان احنا، لان في دول اخذت في تطبيق المنظومه دي 30 و40 سنه، احنا عندنا تكليف من سياده الرئيس ان احنا ننتهي فيها في خلال 10 12 سنه عشان نقدر نغطي اغلبيه الجمهوريه، لكن هي نقله كبيره جدا في الخدمات الصحيه. مع الوزير التمويل موجود يعني على الاقل المرحله الاولى او المرحله الثانيه التمويل موجود؟ موجود تباعا طبعا، لان دي دراسه اكتواريه، حضرتك طبعا عارف انها يعني ودي مسكها معالي وزير الماليه، هو رئيس مجلس اداره
هيئه التامين الصحي الشامل هي احدى الثلاث هيئات اللي هي مسؤوله عن تدبير الموارد الماليه. لكن اللي انا متاكد منه ان احنا عندنا بشكل كبير جدا ما يكفينا من امكانيات ماديه في المرحله الاولى واستعدادا للمرحله الثانيه. لكن برضو دي من الحاجات اللي هي مع مرور الوقت بيزيد الرصيد في الدراسه الاكتواريه، علشان تبقى انت كل ما بتخش في مرحله فيها اعداد اكتر يبقى التزاماتك الماليه اكبر، يبقى انت لازم يكون عندك الملاءه الماليه تقدر انك انت تعمل اللي انا بقول لك عليه ده لمساحه لعدد اكبر من العين. اين 5 مليون مسجل دلوقتي لحد دلوقتي كام مليون؟ 5 مليون مواطن مسجل في الست محافظات اللي بحكي لك. احنا برضو تاني 5 مليون مواطن دول هم عدد دوله زي الدنمارك مثلا يعني.